مع أن هذه العلل كانت خفية سنين لاصقة في الجسد، تعطي عهدا على ألا تؤذي. أعاهد الله، أعاهد الله كما أعطيت في الحصة الماضية، أعاهد الله ألا أؤذيها، أعاهد الله، أعاهد الله ألا أؤذيها، أعاهد الله أن أجتهد في طاعة الله، أعاهد الله ألا أؤذيها، أعاهد الله أن أجتهد في طاعة الله، أعاهد الله. وهذا العهد أخذه ابن تيمية وأخذه كبار أهل العلم، وهذا العهد رأينا بالتجربة، بالتجربة كيف يكون فضل الله عز وجل وقع شديد. والله من الجن من تلزمه بالعهد ولا يقول، يقول لا لا أريد. وهناك من يريد أن حينما يسلم أن يعطي العهد ويكون بالداخل، هناك كفار فيلزمه أن لا يعطوا عهدا. ورأينا من أعطى العهد سبحان الله كيف أوفى به وكيف صدق مع الله عز وجل فتحسنت الحالة. فهذه أمور، لكن لا بد أن يفهم، أن يبقى السير في الرقية وفي العلاج يبقى متوازن، لا بد أن يبقى الحالة تبقى مع الراعي، ليس تنتهي الحصة انتهى كل شيء، لا بد أن يبقى السير كما يكون مع الطبيب سواء بسواء، ضروري ضروري حتى يفهم حتى الجين أن هناك متابعة سواء الحمر نفسي أو حقيقي. وقد يكون في البدن أكثر من جن، يسلم البعض والبعض كافر آخر مختفي كافر، فيصبح هذا المسلم له قوة، يقول لي أخ في الله سيساعدني، والكفار يخافون يقول سوف يذهبون وسوف يكتشف أمرنا. عكس إذا انتهى العلاج بانتهاء الجلسة أو أسلم الجني ثم ابتعدوا عن العلاج، يقع هناك إشكال. ماذا يقع؟ يصبح الكافر يقول خلاص ابتعدنا وكذا، فيصبح يرغمون هذا، إما أنه يؤذونه أو يحاولون أن يرجعوه في الردة والكفر ليعود معهم على درب التعطيل حتى لا يبقى التلاف بين الخير والشر. مجرد أن تدخل هناك زعزعة بين الخير والشر غلب الكفرة ونصر المسلمون. يا الحق يعلو والباطل ينزل، فلنقذف بالنقذف بالحق على الباطل فإنه. هذه أمور لا بد أن تفهم، تأصيل هذه بسرعة لكن تفصيلها يحتاج إلى وقت. طيب قل أعاهد الله، أعاهد الله ألا أمرضها، أعاهد الله ألا أعطل جماعها، أعاهد الله ألا أشويه جمالها، أعاهد الله ألا أمحق مالها، أعاهد الله أن أبطل الأسحار، أعاهد الله أن أخرج منها طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.